سادة المشاهدين، أهلا بحضراتكم في برنامجكم فرح الطبيب، ومعاكم زميلكم كطبيب، معاكم الزملاء الأطباء دكتور مجدي طلعت. النهاردة عايزين نفرح مع دكتور أسامة ضيف النهاردة، ويحكي لنا يعني إيه حكاية طب الطيران، التخصص ده واختاره إزاي. معانا النهاردة ضيف جميل دكتور أسامة عبد المنعم، استشاري طب الطيران وخبير التنمية البشرية. هنفهم منه يعني ايه طب الطيران ده، هو احنا خدناه في الكلية ولا هو كان في كلية تانية ولا ايه، وهنعرف حول ازاي لكلمة تنمية بشرية. اهلا بحضرتك دكتور أهلا اسامة. اهلا بيك دكتور مجدي، وشاكر على الاستضافة. انا شايف ان احنا هنسعد بحضرتك النهاردة. الله يخليك. احكي لنا الاول عن افراحك من ساعة ما اتخرجت، او اي حاجة مفرحة في حياتك. احنا نحب نسمع افراح دكتور اسامة ونشاركك الفرحة ان شاء الله. ابتدينا باكتر حاجة فرحة في حياتك الطبية، في مشوارك الطبي. في مشوار الطبي طبعا فرحة التخرج دي كانت فرحة رائعة، بعد 7 سنين لازم نفرح بيها. وكان في فرحة تانية في وسط ما كنت في الكلية برضه، لأن أنا اتجوزت قبل ما اتخرج. عكس كل الأطباء احنا بنستنى ما نعدي ال 30 ونفكر بعد. لا أنا كنت يعني على طول واخد بالك. وبعدين ما اتخرجت طبعا بناخد فتره الانترنشيب الامتياز بتاعتنا، فاخدتها في مستشفيات الصحه في بلدي اليوب. انا من اليوب. ايوه. والجزء الثاني كان في مستشفى دمياط. طبعا كنا سعداء جدا واحنا لابسين البلطو الابيض زي ما انت عارف. طبعا دي فرحه لوحدها كبيره. طبعا طبعا. اتصدمت بقى بعديها على طول وانا رايح استلم التكليف بتاعي. كان في الشرقيه، وكان وكيل وزاره مرعب هناك، يعني كان له شهره في انه يعني فظيع يعني. شهره بس عادل؟ لا 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 لا، ده انا قررت ان انا مش هشتغل في الحكومه من لقاء في اول لقاء معاه، يعني الله يرحمه يعني، واخد بالك. ده خدت قرار وانا واقف. القصه دي عايزين ناخد فيها حلقات بس مش النهارده. طبعا. المدير الغير عادل، كيفيه التعامل معاه، بس كيفيه موضوعيه، بدي مش حلقتنا النهارده. لا ده غير عادل وقاسي جدا. ان مش بس في الطب، بس انا هتكلم على الطب والزملاء الاطباء. ممكن مدير منشاه صحيه، مدير مستشفى يكون غير عادل، يخلي المكان كله غير منتج. طبعا. هنفتح لها صفحات دي ان شاء الله، يكون نفسنا نشوف لها دراسه موضوعيه، زي ما المدير ليه سلطه على الاطباء والعكس. الطبيب لما يتظلم ايه السكه القانونيه، لان لغايه دلوقتي احنا ما بنلاقيش سكه الطبيب يخرج منها. يبقى فرحتك الجايه عايزين نلاقي حل للموضوع ده ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي. الحل سهل قوي على فكره، سهل، هنعرفه من حضرتك في حلقات جايه ان شاء الله. تخصص بقى كلمه طب الطيران دي، احنا كنا برضه في كليه الطب بس ما سمعناش كلمه. انا ما كنتش ناوي يعني، ما خططتش ابقى يعني. هقول معلومه انا اخر عن طب الطيران، اقصى معلومه اعرفها اللبانه اللي هو اثناء الاقلاع. اثناء الاقلاع. احكي لنا بقى حكايه اللبانه دي. بس انا اتخرجت وكان في بالي ان انا هتخصص مسالك بوليه اساسا، وخدت الشهرين الامتياز، كانوا اول مره يعملوا تخصص اثناء الامتياز، فاخدتهم مسالك بوليه. وعلى اساس ان كانت مشاكل المسالك البوليه في مصر والبلهارسيا والكلام ده، وقلت ايه الواحد يلاقي شغل بقى. ف جيت لما قررت مش هشتغل في الحكومه، خدت بعضي وطرت من البلد خالص، سافرت. واخد بال حضرتك. فلما سافرت رحت بدات شويه في العراق، اشتغلت نايب مسالك مع راجل شهير جدا هناك، كان اول واحد يعمل زرع كلى في الميدل ايست كله. سنه 74 عملها. كان راجل فظيع يعني، فريق كان في الجيش العراقي وكده، وعنده مستشفى اشتغلت معاه. هي اتعلمت منه كتير قوي. بس بعد 3 4 اشهر لقيت نفسي اللي باخده مش مكفيني، وسايب مراتي وبنتي في مصر وكده، فكان المبلغ وقتها ضئيل جدا. فجيت اقول له زودني، قال لي لا انت يعني، كان بيديني 150 دينار، فبقول له المرتب قليل، قال لي لا انت بتاخد 1500 مش 150. بقول له ليه؟ قال لي الخبره. دي اول درس اتعلمته من الراجل ده، انه الخبره ليها ثمن. خبرة ليها تمام. نعم، ما نستعجلش. وده بيرجعني لفلسفة انك انت اول تلت في حياتك يوليرن. تعليم. يوليرن. التلت التاني يوليرن اند ايرن. تتعلم وتكسب. التلت التالت يوتيرن بقى، خلاص. بتحاسب نفسك عملت ايه وسويت ايه وكده. ارجع للقصة. لما حبيت امشي من الحياة في الفترة دي.
فكان الله يرحمه وصاحب فضل عليا جدا، ويمكن انا اول مره بقولها الاعلام، وان كنت حكيتها للمدام سهير المرشدي، الله يرحمه الفنان كرم مطاوع. كانت حصلت بيني وبينه صداقه وانا في العراق، كان هو وقتها مستشار مسرح لوزير الاعلام العراقي، وعرف مشكلتي، فله علاقات في الكويت جميله قوي. فجاه هوب ساعدني جدا باختصار ان انا اروح الكويت، بلد تاني خالص. رحت الكويت. طيب عايز اشتغل بقى، انا لسه متخرج يعني، انا طلعت بعد الامتياز على طول، ما كملتش سنه. ففوجئت من النظام في الكويت، لا يمكن تعرف تشتغل طبيب حتى جي بي الا ما كنت 3 سنين بعد الامتياز. احنا عايزين برضو نتكلم عن الكلام ده في بلدنا، ان يبقى برضو المستوى نعلى بيه كده. الطبيب ما يشتغلش لما يكون معاه شهاده عليا. فبعد كده طبعا لقيت نفسي قاعد طرزان، ما فيش شغل. اعمل ايه ولازم عايز فلوس. طب مش معقول هرجع العراق تاني، الراجل ده هيدبحني لو رجعت له يعني. هتخلي الناس تقول الدكاتره ما بيدوروا على الفلوس. لا لا لا، انت بتدور على حاجه تعيش منها. انت قصدك انا في مرحله عادي زي اي مواطن يعني. ما فيش، واخد بالك؟ ف اضطريت اشتغل اي حاجه الحقيقه عشان اتكسب. اشتغلت في فندق شيراتون على معسكر في الاستقبال كنايت شيفت عشان ما حدش يشوفني، لان حاطط في بالي ان انا هبقى دكتور ومشهور في الكويت عشان ما حدش يعرفني قوي يعني، واخد بالك؟ مكافح يا دكتور. وجريء. بص، طالما بتعمل حاجه مش عيب خلاص، الاكل والعيش واللقمه الشريفه هي دي اهم حاجه. عشان كده انا دايما مع الشباب، ما حدش يستقل شغلانه. ابدا، خد مرحله. وانا بشتغل في الشيراتون. يعني عايز تقول هنا في مصر ما عندناش بطاله، عندنا كسل. احنا عندنا يعني بطاله وعندنا مش كسل مناسبة. ونوم وكل حاجه. عايزين نبقى انشط من كده. لا طبعا، لا لا، ده قصه حدوته كبيره قوي يعني، ومش هنقوم الا لو صحينا. لا هنصحى ان شاء الله. فعمل قريت اعلان انه الخطوط الجويه الكويتيه عايزه مضيفين. رحت مقدم. ورحت عملت الانترفيو. طبعا يعني هم طالبين مستوى ثانويه عامه او اي شهاده يعني. فانا رحت اكتست الانترفيو يعني كده يعني على طول. فاتعينت، خدوا لنا فتره تدريب، بعدين اتعينت. فطلعنا اول حالات في اول 6 شهور كده وانا بشتغل، حصلت حاله ايمرجنسي على الطياره، ميديكال ايمرجنسي. انا مش قايل انا دكتور ولا قايل ان معايا بكالوريوس طب اساسا، ما انا رايح بشهاده الثانويه العامه مقدم. بس هم طبعا لقوني بتكلم انجليزي كويس وبعمل وبتاع ومش عارف ايه وحريت. بضحك عليهم يا ثانويه عامه. انا سعيد جدا كنا النهارده دكتور اسامه. المهم ايه، حصلت امرجنسي على الطياره، اكتشف ساعتها ان انا دكتور يعني. لان حصل ان انا عملت شغل كويس، جالنا خطابات شكر للخطوط اللي بشتغل فيها. وبعد كده قالوا لي لا، طب تعالى انت ليه كده؟ احنا دلوقتي كنا بننتدب حد من وزاره الصحه يجي يدي للطيارين والمضيفين الفيرست ايد كورسز بتاعتهم والميديكال تريننج، فا اف يو كان دو ات يلا يعني اشتغل. وبالفعل رقيت بعد 6 شهور من درجه مضيف الى درجه مدرب طبي. واتنقلت من اداره الضيافه لاداره التدريب، وابتدى بقى مرتب بيبقى حاجه تانية خالص، وسكن عائلي، وبعد جبت اسرتي وكده وعشنا. برضه تدريب اللي هو على الاسعافات الاوليه، لكن تخصص. ما انا جاي لك بقى. جاي لك انا طبعا مش معقول هيبقى مستقبلي المهني عند النقطه دي. فابتديت ان انا خدت اذن من وزاره الصحه عن طريق خطاب الله يديله الصحه السيد احمد المشاركه رئيس مجلس الاداره ساعتها، وان انا اروح اخد تدريب في وزاره الصحه بعد نهايه العمل يعني اروح. تمام. فكنت قررت ان انا كفاح ان انا هعمل ساعتها. وكان مع سي او جي بارت 1 ونجحته. تمام. واو. وكنت بقى ايه، يعني من مسالك لامر النساء. برضه لسه ما وصلناش للطيران. لسه. بعدين وانا بشتغل في امر النساء مع زمايلي وكده، لقيت الفيلد كله دم. انت طول النهار يعني، اذا عندك يوم اللي هو في الليبر روم متعصدم،
اليوم بتاع الاستقبال والطوارئ برضه دم، اليوم بتاع الاجنحه انك انت اللي بتعمل العمليات يعني في الاجنحه من جوه برضه دم. ما الزملاء الجراحين كده على طول لا لا. وبعدين بقى في مره وانا بولد واحده طبيعي، دي نكته دي اللي خلتني اغير، بولدها طبيعي فشتمتني وقالت لي يا ابني مش عارف ايه كده كلمه شتمتني بابويا يعني. فتحت قلع الجوانتي وماشي شغال الشغلانه دي يا اخوان. الاطباء بيتحملوا برضه كتير خد بالك. وبعدين قعدت مع نفسي هلا انا ايه اللي مبهدلني يعني، طب ما انا في شركه طيران. طب فكان بيجنى مجله اسمها افيشن كده بتجنى في المركز التدريب، ابتديت بقى اقرا فيها فلقيت طب الطيران وطب الطيران وابتديت اغسل بقى. بالنسبه بقى لطب الطيران نفس، هل ممكن بيحصل في الطيران ده ممكن يحصل في الملاهي مثلا؟ بص حضرتك في الملاهي احنا هنلاقي يعني يمكن تستغرب حاجه ما بتحصلش في الطيران العادي بتاع يعني صوره الملاهي. لكن ده جي فورس هنا، هنا اللي هي قوه الجذب. قوه الجذب هنا ممكن تصل الى درجه انها تفقد الوعي وممكن حد يموت في الملاهي. في الملاهي في لذلك هي انا بنصح اي حد عنده امراض قلب او خلل في الاوعيه الدمويه في الجهاز الدوري بتاعه انه ما يتعاملش مع الحاجات اللي فيها جي فورس. هنطلع فاصل وهنرجع لحضرتك ونكمل مع دكتور اسامه حديثنا الشيخ ان شاء الله. ساده المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل، وعايزين نسال حضراتكم سؤال عشان تبقوا معانا كده. متى شعرت بالسعاده في عيون طبيبك؟ متى شعرت بالسعادة في عيون طبيبك؟ احنا شايفين ان الطبيب ما بيفرحش غير لما المريض يتحسن. عندك رأي تاني يا ريت نسمعه، حتى لو كان نفس الرأي احنا نحب نسمع صوتكم. نرجع لدكتور أسامة نتكلم تاني عن قصة طب الطيران. بس فعرفت بقى عن طب الطيران، وبعدين عرفت انه في بيعطى في بيمنح في شهاده زمان. نوع من انواع الطب الصناعي. هو 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 سب سبيشاليتي من الاوكيوبيشن ميديسن، الطب المهني. الطب المهني. الطب المهني بقى بيبقى فيه حاجات كتير، في طب صناعات، في طب اعماق، في طب طيران، وفي العسكريه في طب ميدان. اخترت طب الطيران. اخترت طب الطيران وتخصصت في شقيه العسكري والمدني. واخد بالك، وده كان يعني نقطه تحول في حياتي كبيره جدا، ان انا وليت ضابط طبيب بمرسوم اميري في الجيش الكويتي. الجيش الكويتي. وكنت لابس عسكري. يعني خدمت هنا في مصر وما خدمتش؟ لا ما خدمتش. عشان كده انا لما دخلت الكليه العسكريه هناك الدوره دي يعني كانت كانك شايف اسماعيل ياسين في الجيش بالظبط يعني. لان على كبر واخد بالك وكنت مليان شويه، فكانت دوره يعني اتعلمت فيها الادب. بعد ما اخترت طب الطيران اشتغلت فيه وكانت نقله تحول في حياتك. كملت ازاي في الطريق دوت؟ وبرده ما تنساش تقول لنا انا حضرتك خبير تنميه بشريه، ايه كمان تنميه بشريه يا دكتور؟ بص حضرتك، بص حضرتك، الشغل اولا شغلي في الخطوط. نسيت اقول لك يعني انا خدت طب الطيران وكملت بقى بعد كده، اتنقلت سبت التدريب واشتغلت في الخدمات الطبيه، ووصلت الى يعني الحمد لله منصب كبير فيها. وانا رحت، وانا لما رحت عملت الشهاده بتاعتي في طب الطيران كنت طالع باجازه وانا في الخطوط. يعني ورجعت عليهم. وبعدين بعد كده اتخذت عنوه الحقيقه لسلاح الطيران الكويتي، انا الطبيه في سلاح الطيران الكويتي، لانه كنت انا المؤهل يعني في 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 الكويت في الوقت ده، الاطباء في الوقت ده. فالحقيقه السؤال كان ايه معلش؟ احنا بعد ما درسنا طب الطيران بعد ما تحكي لي وصلت فيه في التنميه البشريه، تحويل للتنميه البشريه. انا خدت كورسات كتير قوي وانا في الخطوط في الاداره وفي الهيومن ريسورسز و و و كان نوع من حب الدراسه ولا كنت لا 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 في دماغك حاجه؟ ده كان تاهيل وظيفي كانت بتعمله المؤسسه وقتها. يعني كمان المؤسسات هناك بتعمل تاهيل وظيفي للعاملين. طبعا احنا عايزين عندنا هنا في مصر يكون في تاهيل وظيفي للعاملين في كل المجالات مش بس في الطب بس. يا احنا ما عندناش تعليم اساسا. لا يعني خلينا نبدا بالتعليم، لان مشكلتنا لو انت هتتكلم على التنميه البشريه، التنميه البشريه اذا لم هي تبدا، انا بقول من ساعه الولاده، من ساعه الطفل ما يتولد ويتربى كويس في بيت اهله ويخش مدرسه يتعلم كويس، واخد بالك، ويطلع عقليته
ناضجه بما فيه الكفايه انه يعرف على الاقل ادرس ايه وما ادرسش ايه، وان انا مش هبقى عبد المجموعي ازاي هو اللي يوجهني، لكن ابقى اشوف سوق العمل بيقول ايه وبناء عليه اختار الكليه اللي انا عايز ادخلها. يعني كلمه تنميه بشريه يا فندم، تنميه بشريه دي اكبر من كده، هي الحياه. الحياه، الحياه الناجحه لا تقوم الا بتنميه بشريه صحيحه، بدايتها التعليم منذ الصغر، منذ الولاده زي ما حضرتك. ايوه يا فندم، انا بقول دايما التنميه البشريه تبدا من اول ما البيبي بيطلع، لو رضع كويس واتغذى كويس وعالجناه كويس ما ده تنميه بشريه. تعليم وصح، وبعدين اعلمه كويس بقى التنميه البشريه. افرض انت تربيت في البيت كويس وبعدين اول ما وديته المدرسه بهرس في المدرسه، خلاص عملت ايه؟ يا دكتور اسامه هنا بينبه على التعليم. التعليم طبعا. التعليم طبعا، التعليم اولويه يمكن قبل الصحه كمان. يعني لو انت هتحط، هو المفروض امشيهم بالاثنين الحقيقه، لكن لو انت هتخيرني بين الاولويه الاولى التعليم ام الصحه، هقول لك لا التعليم، لان التعليم لو بقى كويس الصحه هتبقى كويسه بالتبعيه. انه طالب طب متعلم كويس طبعا، متعلم كويس طبعا، منتج مطلع، منتج محترم. تحب الانتاج يا دكتور اسامه، كلنا نفسنا يبقى عندنا الانتاج الجميل ده. الدول العربيه الشقيقه ما هياش، يعني احنا عندنا العقليات برضو، ناقصنا ايه؟ ناقصنا روح الفريق. احنا يمكن كلنا لا نعمل بالتيم ورك، ما نعرفش نشتغل تيم ورك، وده عندك جوب ساتسفاكشن مادي، تاخد مرتب كويس وبيئه العمل كويسه وفي صرامه وفي عصا وجزر، ثواب وعقاب، واخد بالك؟ فانت لازم تبقى عارف كويس قوي انك ما بقتش عضو فاعل في هذا التيم ومكمل، ها؟ فانت مع السلامه. انما هنا في ناس وبالذات في الحكومه ابديه الوظيفه دي اللي مضيعه الدنيا، مش تبقى عارف. امن العقاب مضيع الدنيا. انا مستغرب الناس هتهاجمني، قانون الخدمه المدنيه الناس زعلانه منه ليه؟ انا مش فاهم. قانون الخدمه المدنيه الجديد لانه بيصلح الاوضاع اللي انا بقول لك عليها دي. طيب انا برضو هرد عنهم في النقطه دي. حضرتك لسه قايل ثواب وعقاب. قانون الخدمه المدنيه الجديد في عقاب فقط، فين الثواب؟ لا في ثواب طبعا. مع اي قانون ما فيهوش الاثنين يبقى فيه خلل. لا انا شايف ان القانون القديم هو اللي ما بيعرفش يعاقب، ما فيهوش عقاب خالص. تمام، بس هو لو كان في فعلا الجزره كان القانون ده هيمشي. لا هم زعلانين من حاجه، انه بيقول لك ازاي انا هيبقى مصيري في ايد رئيسي. طب ما ده شيء طبيعي. كنا لسه بنقول في اول الحلقه مدير المنشاه فقط لو غير عادل المنشاه كلها بتبقى بالعكس غير منتج. القانون ده القانون ده شوف احنا سيبنا ايه ودخلنا في القانون ده، مخليه مش بس اكتب تقرير عنك، رئيسك مش لوحده، ده رئيسك واللي تحت منك واللي بتتعامل معاهم، فاذا رئيسك ما يقدرش يكتب فيك حاجه وحشه وانت كويس. تمام. طب اذا قلنا ده بيحصل كويس نعمل ايه؟ نعمل ايه في ايه؟ رئيسك فعلا ممكن يكتب فيك تقرير غير ملائم لطبيعه شغلك. في انت اللي اعلى منه هيقدر يوقفه عند حده. احنا حابين ان المؤسسات دي ان يكون عندنا سيستم زي الدول. لازم يبدا بطريقه، يعني لازم تبدا من نقطه. لازم تبدا من نقطه. يا دكتور في مديرين سيئين، في مديرين سيئين هنكتشفهم مع الوقت، واخد حياتك؟ ما هو مش معقول مثلا 100 موظف هيقولوا على مدير سيء، ها؟ وهو كويس. تمام، يعني خلاص سيء يبقى سيء. كلمنا بقى عن مستني ايه في الصحه في مصر، يعني عايز الصحه في مصر تبقى ايه، ويا ريت تقول لنا كمان ازاي. طبعا الوقت ما يسمحش يعني، لكن اللي انا عايز اقوله انه الصحه مش قصه امكانيات ماديه فقط. تمام، يعني خلينا بس ده ما يمنعش ان احنا عايزين نوصل لل 15% في الموازنه العامه، نوصل ل 3% على فكره. الوزاره مفيش مجال ان انا اقوله لديها الفرصه انها تحقق موارد بشكل فوق ما يتخيله. ازاي؟ لا مش هقول لك دلوقتي. طيب حقيقي مش هقول لك، لكن انا بقول لحضرتك ممكن جدا تيجي ميزانيه. دكتور اسامه استاذنك، في معانا اتصال نسمعه. اتفضل يا استاذ سمير. اهلا بيك، اتفضل يا استاذ سمير. مرحب بيك وبضيفك الكريم. لا اهلا بحضرتك. الموضوع اللي بتسيروه موضوع شائك وشائق في نفس الوقت، لكن انا ليا سؤال سياده الضيف اللي موجود مع حضرتك.
اتفضل اتفضل. هو انا متفق مع حضرته في انه قانون الخدمه المدنيه محتاج يعني تطوير ومحتاج نقاش ومحتاج جدل، لكن اذا كان القانون المطروح قانون جيد وممتاز ويعني هيحل المشكله، ليه تم استثناء بعض الفئات منه؟ ولا ده عوار في القانون ولا ده خدمه لبعض الفئات؟ يعني ارجو الاجابه. أنا شايف الاستثناء حصل لأنه كانت هناك أساساً قوانين منظمة لهذه الفئات. شكرا أستاذ سمير، شكرا أستاذ سمير. القوانين المنظمة لهذه الفئات. إيه ده خمس دقايق تاني. نعم؟ اتفضل اتفضل. يعني هو في فئات كان لها كوادر ولها استثناءات من الأول، وده كان خطأ، أنا بعتبره كان خطأ. لكن ما يقدرش يهد القوانين دي كلها مرة واحدة، فهو قال إنه في القانون ده الجديد سيطبق على هؤلاء ما لا ينص عليه في القوانين بتاعت الخاصه بيهم هم. بس انا بقول انه في مرحله، في مرحله، لان هو ده الصح بنسبه 100% ان يكون الكلام مش فئات، يعني القوانين لا تشمل فئات، يبقى قانون عام لجميع الموظفين في الدوله، ولكن بنقسمهم بقى او تفرق بينهم بايه؟ بمؤهلات، باقدميات، باداء ممتاز، يبقى هو ده الفيصل بالنسبه لك. لكن هو كلامه مظبوط، كلامه مظبوط، انه بس العوار ده ما تقدرش تصلحه نديا. اخر حاجه عشان ننهي الحلقه بتاعتنا، منتظر الصحه في مصر نحسنها ازاي؟ وزاره الصحه في مصر تتحسن لما انا ما نقعدش نقول مستشفياتنا وحشه واحنا واقفين ساكتين. مستشفياتنا وحشه ونشتغل. ولما اخواني الاطباء معلش ان احنا نتكاتف، ان احنا نعمل شغلنا بما يرضي الله، مش عايز اكتر من كده. بنتكاتف بغض النظر عن ما يقدم لي الان من وضع مالي. يعني معلش انا دكتور وقابلت ان انا اكون في هذا الوضع، و مسموح لي بشكل او باخر ان انا اتصرف واجيب موارد اخرى بالقانون. هرد على الزملاء الاطباء. حضرتك سافرت ليه؟ بس دي انا سافرت عشان كنت احنا بنتكلم على كده، انا عايز اشتغل وانتج، بس عايز ابقى مش تعبان وادور على مصدر اخر. جميل جميل. بس انت حضرتك النهارده اما اجي الاطباء كلهم يتكوموا في مكان واحد. احنا ساعدنا بدكتور اسامه النهارده. ساعدني بقى ايه؟ ساعدنا بدكتور اسامه النهارده. بتقفل عليا بقى. فعلا بنشكرك، ويوم جميل مع دكتور اسامه النهارده. الله يخليك. وبنشكر حضراتكم، وفي انتظاركم مع ضيف جميل الاسبوع القادم ان شاء الله.